السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سارة طيبة، عمري 28 سنة، ووظيفتي خلينا نقول دحين رسامة. أول شيء بشارك إني مرة مبسوطة إني على ذا الستيج مع سيدات عظيمات، وبالأخص مرة مبسوطة إني بالضبط طلعت بعد ماريا مهدلي، لأني بس فريندز أنا وهي من أولى ابتدائي. وعلى سيرة أولى ابتدائي، من وانا صغيرة وانا عندي كذا اقتناع انه انا اقدر اسوي كل شيء في نفس الوقت. صوتي كويس؟ اعلي؟ صرخ؟ طيب، من وانا صغيرة وانا مقتنعة اني اقدر اكون كل شيء، اقدر اكون في مرسم، اقدر اكون في مختبر، اقدر اكون في مستشفى، في مدرسة، اقدر اسوي كل الأبواب. وحتى على الصعيد الابسط كنت كمان احسب انه عادي اكل واتكلم، عادي احل واجبات واتفرج مسلسل. حتى وانا لما اجي انام انه ما ينفع بس انام، فكنت I used to sleep walk a lot، وكان خطر يعني الابواب كانت تتقفل وكذا، عشان كان حصل كم موقف غريب وانا نايمه. دحين لسه انا قاعده ابغى اسوي مليون شيء في نفس الوقت، بس شويه صغر الهورايزن، يعني صار شويه تحت مظله الفنون، يعني ابغى اسوي كذا شيء بس مو مره بعيد عن بعض. من اكثر الاشياء اللي انا كنت اسمعها من كل احد الين دحين، سواء عائلتي او المجتمع، ده المثل صاحب بالين كذاب. وطبعا زي ما ذكرت اسماء فطاني انه برضو هي كانت تسمع ده الشيء كثير، فابيرنتلي هي ازمه جيل، كله يبي يعمل كذا شيء وكله رافض انه يمسك في شيء واحد. كان طول عمري عندي شكوك على ده المثل، وليش لازم اي ستيك تو وان ثينج وما اغير، ولا تعملي كذا شيء عشان لو عملتي كذا شيء حيشتتك من الهدف الاساسي. بس شويه ايش الهدف الاساسي؟ يعني احس الناس مقسومه نصين، في نص لما تسأل ايش حلمك الاكبر وايش هدفك الاساسي، شويه يحس انه انسان مشتت ومكسوف وما عنده جواب لدى السؤال. النص الثاني زي انا، النص الاولاني زي انا قبل فتره، النص الثاني نص لا عارف ايش يبقى، عنده هدف واحد وحاطط مغطي عيونه عن اي فرص ثانيه، ولازم يركز على شيء واحد لين ما يوصل الهدف حقه. هذا الانسان طبعا لو ضيع كثير فرص ما حيعرف، لانه مركز في شيء واحد، ولما يوصل الهدف الاساسي بعدين وصلت انا هدف الحلم الاكبر، بعدين ايش يصير؟ فشكوكي كل ما لها بتزيد على ذا المثل، لين ما شويه صرت ضده، وكان دائما ردودي على اي احد يقول لي لا تعملي كذا شيء ولا تشتتي نفسك، دائما الرد كان المناسب هو السكوت وابتسامتي الصفراء الشهيره. ليه؟ على طول. فكان ده وجهي دائما، ولين دحين اي احد يقول لي لا طيب اسكت شوي واسلك وكله تمام. الحين حاعمل قفزه من وانا صغيره لين دحين وانا كبيره. انلس احد انترستد في مراهقتي يرفع يده اقدر اشارك انا. لا طيب. كبرت واسست رسمه وكلمه. رسمه وكلمه استوديو صغير جدا يعمل illustrations. ايش يعني illustrations بالعربي؟ اقرب مثال ليها، اقرب شرح ليها رسوم حره. استوديو صغير جدا زي ما قلت، عدد الموظفين واحد، بس it's going well. اسسته اول ما رجعت من سان فرانسيسكو. درست ماجستير illustration في سان فرانسيسكو، وتخصصت في كتب اطفال، رسومات لكتب اطفال. وقبلها درست دار حكمه graphic design. ايش نعمل في رسمه وكلمه؟ obviously كل دار الحكمه هنا، ف good to see you girls. ايش اكثر شيء نعمله في رسمه وكلمه؟ ايش اعمله انا في رسمه وكلمه؟ هو كتب اطفال زي ما قلت. من وانا حتى في دراستي في امريكا كانوا شويه يركزوا على انه be specific في الاودينس حقك. if you're targeting kids you target kids، ما تخرجي منهم وتعملي young adults ولا الادلتس ولا كذا. فنفس فكرة ترى صاحب بالين كذاب، هذه انترناشونال، نفس المثل يعني، نفس الفكرة. فحشارك شوية من كتب الأطفال اللي أعملها، والسبب ليش أنا أعمل كتب أطفال. في طفل مرة كبير للأبد حيكون معزوق جوا ما حيطلع، وأنا فخورة فيه. وفي نفس الوقت تعليم الطفل مرة سهل ومرة صعب في نفس الوقت، سهل to catch and learn، ومرة صعب في إيش نبى نقول له، إيش نبى نشارك معه. هذا الكتاب كان عملته مع دار كلمات في الشارقة، كتاب ماسك الشخصيات المرعبة في الأساطير زي أم رجل مسلوخة والبعبع وكذا، بس حقون الإمارات.
ماسك كذا كاركتر وبيوريك الجود باك سوري حقته انه هو مره كان طيب قبل ما يصير شرير. فام الصبيان واحده ثانيه كمان برضه مع دار كلمات في راسي غابه هنا مع دار نشر سعوديه مع اروى العربيه، كتاب سريالي كله عن الغابه والحيوانات وكونفرزيشنز غريبه بين ذا الطفل والحيوانات اللي حوالينا. على سيرة إنه لازم I stick to one audience، أنا حسيت حتى بعد ما قال لي هي في أمريكا حسيت إنه لا أبى أسوي كمان شوية مو بس الأطفال، فكيف الأطفال الكبار اللي هم young adults؟ فبرضو دخلت في ذا المجال، عملت كم كتاب زي كده اللي هم pocket books صغيرة شوية، عملت أغلفة مو young adults adults ضمائر كان مع دينا صوفي، ذات مع الكاتبة أسراء مؤذن، والمطخ مع غسان الجماعي، وخردوات اكشلي حطيته هنا لانه هذا اول عمل انا في حياتي اي ببلشت، كنت دوبي متخرجه من دار الحكمه قبل ما اسافر سان فرانسيسكو. انا حقول دار الحكمه مره كثير عشان ابغى يتصفق مره كثير. فدار الحكمه ليه جو اول ما تخرجت عملت جمعت سكتشز وكتابات، قررت بنشر كتاب وكان الوحيد اظن جانرا ببليك سكتش بوك تحتها بس بس. ف كمان اعمل بورد جيمز، يعني لو تعرفوا ولا كلمه لعبه ولا بدون كلام المعروفه اتحولت كاردز يا اللي عملوها نرد جيمز وانا اللي رسمتها، يعني انا كنت مصممه مو صاحبه الفكره. واللي على اليمين ارض القصص عملتها مع حجره ورقه مخص وكانت عباره عن صور واسئله تحفز الطفل الكبير او احنا الكبار انه نشوف صور واوت اوف ذا كويستشنز والبيكتشرز نكتب. فهي لعبه كتابه جديده مره يا تشيك ات اوت. واخر سوري وعلى سيره انه مو لازم واحد اودينس، في شغل الستريشنز ما ينفع للصغار ابدا، في له مواضيع اعمق، في له اودينس مختلف او ولا اودينس، هو فين الفنان يطلع كل مشاعره والظلمة الدارك في النهاية. مو كل حياتي كتب أطفال وسعادة وبينكو وكده، في other styles. فأم comfortable كمان exploring and attend being part of other exhibitions اللي فيها pieces ما لها صغر أبداً وفيها عمق أكبر. آخر project أنا بشتغل عليه كانت السنة دي لما كنت بعمل art residency في برلين. I came up with a project I would love إنه لو كل الناس تقدر تشاركني فيه. اسمه مرسال. مرسال عبارة عن إنه أنا الماسنجر، أي أحد قلبه انكسر من علاقة وما خلص كل الكلام اللي في قلبه يرسل رسالة. يرسل رسالة دير فلان أو دير إكس أو دير أنونيمس اللي هو هارد بريك لترز تبعتوا لي هي وأنا هرسمها. هذا نفس فكرة رسمة وكلمة، ما في كلمة تمشي من غير رسمة وما في رسمة تمشي من غير كلمة. ف if you're interested you can take pictures. You can take pictures of the email if you want to send heartbreak letter. مو لازم أساميكم، ممكن أساميكم. You want to trash someone وتكتبوا اسمه عادي، ما تبغوا up to you. كله. Moving forward، زي ما كل كلمة يبالها رسمة، احيانا كل كلمه يبالها فيجوال مو لازم رسمه. فاجين هذا ايش اللينك بين شغف وشغف؟ ما ابغى بس ارسم، اي لاف ذا كاميرا، ففي اشياء ثانيه ما لها علاقه في الرسم انا ام انترستد ان. اللي على فوق في الطبيعه هذا بوم سبوكن وورد، يعني قصيده شعر او كتابه كتبتها وخليت مخرج عظيم اسمه هاشم عينوسة كان معايا في دراستي في سان فرانسيسكو خليته يصورها. فنقلت الاحاسيس والكلام اللي عندي بالفيجوالز مو بالالستريشن. على اليمين تحت اكسبيرمنتال بروجكت اندرجراوند اندبندنت، يمكن اربع فولورز عنده اللي هو انا وماي فريند اللي عملنا ذا البروجكت وكمان اثنين كانوا قاعدين حوالينا. انا اكتب الكلام برضه نفس فكره كلمه وفيجوالز، كلمه ميوزك موسيقى، انا اكتب الكلام هو حسام السيد ميوزيشن هو يلحن وانا اكتب ونغني باصواتنا اللي فيري افرج اند سمبل.
Latest project in Firad. اليوم 3 نوفمبر بعد 3 ايام ان شاء الله an international record label حتنزل album of house music if you're familiar vinyl mode اللي عاملينه 2 دي جيز معروفين في جده ف their music and my poetry 5 tracks 5 poems and that's going to be soon what I'm trying to say is عادي نسوي كل شيء لو نبي نعمل كل شيء وعلى اساس انه نحس لسه بنتكلم على الكاميرا كنت في سان فرانسيسكو وجاتني صاحبتي ندى مجددي قاعده معانا هنا مخرجه عظيمه في نظري جاتني وقالت لي انا كاتبه فيلم وكذا للجامعه ويلا ابغاك تمثلي فيه وانا ما عندي اي رغبه ولا ميول ولا اي شيء على التمثيل بس قالت لي تعالي والله قلت طيب I did it. يلا project جامعة بعدين الموضوع مرة كبير وصار فيلم يعني اتنشر وبعدها ما كنت أصدق إني ممكن أحب شيء قد كده وما عمره خطر في بالي إن نفسي أسويه. فده made me question إيش في كمان أشياء أنا مرة شاطرة فيها ولا مرة أبغى أجرب فيها ولا أبغى أجرب أفشل فيها إيش في؟ فجربت أكمل كمان كذا شيء بس I couldn't share لسه بين طبخ. اللي بحاول أقوله إنه it's okay لو تبي تسووا كذا شيء it's okay لو حسيت إنكم أحد بيديكم vibe إنكم أنتم متشتتين ولازم تركزوا في شيء واحد طبيعي إنكم تعطوا الطبيعي إنه تعطوا فضولكم وجه وتجربوا كذا شيء و it's okay لو في مليون شخصية جوا بتنادي إنه يلا أنا خليني I practice إيش ميولي عادي وأنا ونوف حكيم أمس كنا بنتكلم على ذا الموضوع وضافت لي إضافة قلت لازم أشاركها معاكم إنه في عصر النهضة أكثر عصر نهضنا إحنا فيه كان فكرة متداولة طبيعية جداً إنه الأديب يكون عالم يكون طبيب يكون كاتب يكون شاعر كله يكون شيء في واحد شخص زي ابن الهيثم وكثير من علماء المسلمين والغير مسلمين إلين طلعت ثورة صناعية خلت النجار نجار السباك سباك الكاتب كاتب وخلتنا كبرت الأصوات اللي جوانا اللي أنت you're meant to do one thing you can't تشتت نفسك بكذا شيء ف يلا إيش رأيكم ننهض تاني وفي فرق بين تتشتت وتعمل كذا شيء ثاني فعادي be you, be a lot of yous in you. If there's a lot of you in you, it's fine. And yeah, that's it.